مش طفل هادي ابدا، دائما هي مش موجوده على الارض. اذا بدك تفتش وين ستيفاني حتى وعمرها سنه، يعني هيك ارفع نظرك تشوفها على الطاوله، تشوفها على كنباية، تشوفها على حفه شباك. فما كنت احط اي شيء تحتفها في الشبابيك، طاولات او كراسي او هذا، لانه كنت دائما حاسه انها بدها تطلع على وحده من الكنبيات وتطلع على، يعني تنط. كنا طابق ثاني احنا. بنت متواضعه، بتحب الفريق، بتحب كلمه الاردن، بتحب تشتغل للاردن وتعمل إيش كثير للأردن. فترة من فترات ستيفاني باسكت، لما صارت بنت 10-12 سنة صارت باسكت بالمدرسة، منتخب المدرسة وبالأرثوذكسي. بس كان دائما شغفها الفوتبول، يعني دائما نحس كرة القدم هي هذا اللي بدها إياه. ستيفاني محاولة الآن إرسال كرة. احنا لما بلشنا ما كان في انديه، ما كان في ولا شيء، كان في بس نادي للجامعه الاردنيه ونادي الارثوذكسي ونادي عمان، هم ثلاث انديه. بلشنا من الصفر، عملنا اول دوري نسوي ب 2004. زي ما بتعرف البدايه كانت صعبه، كل حدا ضدنا، المجتمع رافض فكره انه بنات يلعبوا كره قدم. حاربوا البنات كثير وحاولوا يلغوا كره القدم النسويه، من الصحافة، من اللي بدك إياه، ما ظل حدا إلا يعلق. وحاربناهم، ظلينا نحارب فيهم لما ثبتنا كرة القدم النسوية. والشكر كله برجع لسمو الأمير علي اللي دعم الرياضة النسوية. بس شوي شوي إحنا كبنات قدرنا نلم حالنا ونثبت للناس إنه إحنا قادرين ننجز ونمثل الأردن، والحمد لله إنجازاتنا كانت كتير منيحة، وقدرنا إنه نثبت للكل إنه إحنا موجودين وكرة القدم النسوية موجودة. يعني ستيفاني محترفة بكل شيء من يومها، داخل الملعب، خارج الملعب، بالمعسكرات، بالمباريات، التزام مش طبيعي، اهتمام مش طبيعي في كل الأمور. يا سلام يا الله. السنة اللي احترفت فيها كانت في 4 الصبح تروح تركب قطار 45 دقيقة لآلبورغ، تحضر محاضراتها، ترجع على 9 الصبح تحضر تدريبها اللي بمنطقة تبعد عن السنتر آلبورغ عن الجامعة 45 دقيقة. عشان هيك ستيفاني هي مميزة دائما في كل بطولة، في كل مشاركة، بغض النظر إذا فزنا أو خسرنا، ستيفاني مميزة بتكون في المباريات أو في البطولات. عشان هيك التزامها هذا واحترافها هذا من يومها هو اللي وصلها للمستوى اللي هي واصلته، للدعم اللي صار، للشهرة اللي صارت لها، وهي بتستحق لسه أكثر وأكثر بصراحة. سكسيارد بدأت من تقريبا سنتين أكثر على فكرة إنشاء أكاديمية كرة قدم، أكاديمية حديثة ومتطورة بمناهج مختلفة لتعليم الصغار الرياضة بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة. واحدة من أكبر التحديات كان هي أنه نلاقي الشخص المناسب اللي هو نعتبره إحنا الليدر ليقدر يمسك هاي الأكاديمية والأطفال اللي فيها ليوصلهم مراحل متطورة من حياتهم، متطورة طبعاً من ناحية رياضية ومن ناحية تعليمية. الإشي السبيشل بستيفاني دائماً هي بتترك انطباع حلو وجميل لدى الناس، لأنها محترفة ومحبوبة جداً، وهذا هدول المواصفات كثير صعب بتلاقيها بنفس الشخص. احنا مبسوطين، الاهل مبسوطين، وهي من عشقها وشغفها لكرة القدم
خلاها توصل الأكاديمية بهذا التطور. اللمسة الهدف الأردني الأول. ستيفاني من النوع اللي إذا حطت شغلة براسها لازم تعملها 100% ولا ما بتبلش فيها، فيش عندها شيء مستحيل على فكرة بالرياضة.